بنشكر جامعة حضوري على اختيارها عنبتة وبلدية عنبتة وضاحة كوف رمان لتنفيذ هيك مشروع، وصرنا تقريبا احنا وياهم اكثر من سنة شغالين، وهم عدوا الدراسات وجابوا التمويل والى اخره، واحنا شغالين معهم على برامج التوعية وبرامج اللي لها علاقة بالمشروع بحد ذاته، واختيار البيوت واختيار المناطق والى اخره. هذا المشروع وكثير احنا سعيدين انه يكون اول مشروع بعتقد في الضفه الغربيه بخصوص بلديه معينه، اللي هو استخدام او استعمال او اعاده تدوير النفايات الصلبه الاورجانيك اللي احنا بنسميها عضويه لانتاج الكومبوست، اللي هو خلينا نقول الدبان او الزبل اللي ممكن يستخدم للاشجار والحدائق. في كفر رمان المشروع هو جزئين، جزء بتعلق في البيوت داخل البيوت، وهي ضاحية كوف رمان احنا اخترناها كنموذج بحيث بحدود تقريبا 80 كومبوستر صغير، هو بنسميه كومبوستر منزلي، سوزع المنازل في كوف رمان لعائلات، ويكون هو خاص في البيت نفسه. هذا الكومبوستر بينتجوا مادة الكومبوست لوحدهم في بيتهم، بيستخدموها في حواكيرهم في بساتينهم وفي أشجارهم، وهذه مسألة كثير مهمة جدا إذا أنجزت، وبنعتقد راح تنجز بشكل كويس لأنه برامج توعي شغالة في القصة هاي. والجزء الثاني بيخص عنبته، اللي هو راح يكون الكومبوسترات الموجودة مش منزلية، هي لأحياء تقريبا بكل حي راح يكون في هناك كومبوستر بحدود 5 متر مكعب، كبداية راح نشتغل على 5 كومبوسترات في عنبتة، ويرافق ذلك نوعية معينة من الحاويات اللي راح تنحط في جنب البيوت لفصل النفايات الصلبة الأورجانيك عن النون أورجانيك وإلى آخره، ونبلش نشتغل في المشروع. مشروع كثير متطور كثير حلو، بأدي لمزيدا من النظافة وبيئة صحية أكثر، وبنفس الوقت المواد هذه عاد تدويرها بتفيد الشجر، بتفيد البيوت، بتفيد شغلات كثيرة. سعيد جدا إني أنا أكون في هيك مشروع، في شراكة ما بين بلدية وجامعة ذات تقنية عالية. إحنا في كفر رمان اختيار كمان كفر رمان كان اختيار موفق جدا، هي منطقة جميلة وبحاجة إن نرتقي في الخدمات. إحنا ما نسعى من خلال جامعاتنا في فلسطين أن يكون هنا دراسات ومشاريع من أجل تطوير الخدمة اللي تقدم لمواطن الفلسطيني، لأنه إحنا كل ما نسعى إليه أن تكون خدماتنا أفضل ويكون مواطن الفلسطيني على الأقل ضمن هذا الاحتلال والضغوط اللي عليه أن يكون نوفر له الخدمات جيدة ويكون يقدر يصمد في أرضه. هو مشروع بيئي في امتياز، مشروع يحمل مدلولات كثيرة. أول شغلة الجانب الثقافي، يعني أن يكون المجتمع المحلي في بلدة ما بمجارات الدول المتقدمة بفصل النفايات، وهي ثقافة يعني كبيرة. والشيء الثاني أنه تكون هذه البلدة هي مثال يحتذى فيه لمشاريع لاحقة في الهيئات الأخرى. الشيء الثاني، من المعروف أنه النفايات العضوية تشكل أكثر من 50% من مجمل النفايات، فباستهدافنا لهذه النفايات وفصلها وتدويرها نحن نقوم بتقليل النفايات بالإجمال، وبالتالي نقلل التكاليف والنفقات في ترحيلها إلى محافظة أخرى وهي محافظة جنين. المدلول الثالث اللي هي الفائدة التي ستعم على بلدة عنبتة وعلى الوطن بأكمله، بأنه نستفيد من هذه النفايات العضوية في تخصيب الأرض وفي تغذية النبات، وبالتالي تقليل اعتمادنا على الاستيراد من الخارج لهذه الأسمدة الكيماوية. بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع الـ EMI-CBC-MED، طبعا نتقدم جزيل الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا التمويل، وهذا المشروع يتم كذلك بالشراكة مع مجموعة من الجامعات الأوروبية والجامعات العربية. نحن كفلسطين جزء من مشروع إقليمي، يعني إنجاز التعبير. نحن سعداء ان يعني كنا محظوظين في يعني الفوز بهذا المشروع. حقيقه فكره المشروع جاءت يعني من المشاكل التي يعانيها المجتمع الفلسطيني في موضوع
النفايات الصلبة وإدارة النفايات الصلبة. نحن نعلم أن موضوع النفايات الصلبة يعني هي مشكلة بالنسبة للبلديات، مشكلة بالنسبة للبيئة. فيعني جئنا بهاي المبادرة مع الشركاء حتى نساهم في حل مشكلة إدارة النفايات في البلدية. الفكرة المشروع تقوم على تحويل جميع النفايات العضوية المنزلية إلى سماد طبيعي الكومبوست، اللي هو المنتج النهائي من عملية الكومبوستينج، اللي هو الكومبوست الذي سيتم استخدامه كسماد طبيعي. مشروع الكومبوست يعني نتمنى يكون مشروع بيئي حضاري بيخدم المواطنين وبيخدمنا في الثقافة البيئية، ويعزز دور الثقافة البيئية والتوعية البيئية في فلسطين، وبيخفف من النفايات، بيخدم الضاحية أيضا في النهضة الزراعية وخاصة الحديقة المنزلية أو الزراعة المنزلية المحلية. هذا طموحنا من هذا المشروع، بتمنى أنه ينجح نجاح باهر، لأنه بده فترة يعني في بروسيس معين. المواطنين الحمد لله أجوا اليوم وتوزع تم استلمنا الكومبوست الدفعة الأولى، ظهر الدفعة الثانية لمجموعة أخرى. بتمنى لكم نجاح وشكرا لكم. في السابق حضرنا بعض اللقاءات مشان الفائدة إلى كيفية استخدام ديكوست اللي قامت جامعة خضوري مشهورة مع بلدية عنبتة بالتوزيع على ضاحية كفر رمان من أجل التقليل من المخاطر البيئية، والهدف منها هو إيجاد كومبوست صحي وصالح للزراعة، ويكون يخفف المخاطر على استخدام الأسمدة الكيماوية في الأراضي الزراعية.